بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوتكم من استوديو 9 من قناة الفلوجة الفضائية الغراء. أيها الأخوة، احنا شغلنا في البرنامج يأخذ مداه منكم أنتم أيها المواطنون، ويتواصل في عمله منكم أنتم أيها العراقيون، ويوصل رسائله إلى من يتولى المسؤولية باسمكم أنتم يا أبناء شعبنا العراقي الكريم. إحنا نعرف الآن هالساي ظروف الكهرباء ومعاناتنا المستمرة كل سنة، لكن واجب البرامج التلفزيونية أن لا تكون فقط بكائية، يعني بمعنى نبكي على مصايبنا، وإنما أيضا يفترض علينا أن نتابع ونشخص ونقترح. ولهذا تميز ولله الحمد سبحانه وتعالى وبفضلكم أنتم أيها العراقيون، تميز برنامج استوديو 9 منذ انطلاقته كان مستشارا مجانيا لكل من يتولى المسؤولية، أنه يا أخوي اشتغل بهالاتجاه وفكر خارج الصندوق. يعني يجوز أنت فكرت باتجاه معين لكن فاتتك أفكار أخرى. لهذا من شفنا هاي المشكلة مع الكهرباء اللي صارت فجأة، وجبنا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المتحدث الرسمي الأستاذ أحمد موسى، وحكالنا قال يابا إيران قطعت علينا الكهرباء لأنه ما فلوسنا اللي خصصناها لهم ما وصلت، لأن التي بي آي ما يقدر يوصلها لوجود عقوبات أمريكية على الأموال التي تدخل إلى إيران. قدمنا مقترح، وهذا المقترح أخذ به اليوم الأخ السيد رئيس مجلس الوزراء وتبناه الأخ محمد شياع السوداني، وأعلنه قبل نص ساعة من الآن. تبنى مقترح استوديو 9 صوتكم وباسمكم بأنه يا أخي خلي نقايض ويا إيران، نقايض إذا ما نقدر الفلوس من نوصلها نعطيها مقايضة بشكل آخر. خلينا نسمع، نذكركم ايش قلنا قبل يومين. أنا أرد أسألك، أسألك سؤال، وقبل ما تجيني الزميل مخرج الصورة أرد أقترح اقتراح. هسا إيران مو تريد فلوس واحنا ما عندنا نعطيها فلوس، زين ما ممكن نعوضها نسوي لها مقايضه نعطيها غير شيء؟ زين استاذي هاي المقايضه انا اسويها لو السياسه الماليه يرسمها التي بي اي، يعني ويا كم مساله ابو التي بي اي، يا ابو التي بي اي يلقى لنا حل. تمام. وفي الاعاده افاده، نعم احنا واجبنا كخدام لابناء شعبنا ان نقدم المقترحات للمسؤولين، نقول له اخويا فكر بطريقه ثانيه، نعيد للاهميه التاريخيه، ما الذي اقترحناه قبل يومين على الحكومه؟ أنا أرد أسألك سؤال، وقبل ما تجيني الزميل مخرج الصوره، ارد اقترح اقتراح. هسه ايران مو تريد فلوس واحنا ما عندنا نعطيها فلوس، زين ما ممكن نعوضها نسوي لها مقايضه نعطيها غير شيء؟ زين استاذي هاي المقاوضه انا اسويها لو السياسه الماليه يرسمها التي بي اي، يعني ويا كم مساله ابو التي بي اي، يا ابو التي بي اي يلقى لنا حل. تمام. وقبل نصف ساعة من الآن أعلن الأخ السيد محمد شياع السوداني بشعور بالمسؤولية بأنه يجب أن يلقى حل، يعني ما يصير، يعني حقيقة أنه هو أول رئيس وزراء مر علينا كل هالسنوات اللي مرت أنه هو ما ترك المشكلة، لا من البداية قال يا باجتماعنا اتخذنا قرارات ومنها تبني بالفعل مقترح المقايضة مع الجانب الإيراني. خلنا نسمع المقترح شلون أخذه السيد السوداني وتبناه بعد أن قدم من استوديو 9. حيث اتخذنا قرار بالمقايضة العينية، أي أننا نعطي النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني. بهذه الطريقة راح نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وبنفس الوقت الإيفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات هذا الغاز المستورد. هذا الاتفاق راح يوفر للعراق الأموال
ويجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين. أنا قبل ما أعيد القرار الذي اتخذ من مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء العراقي الأخ الأستاذ محمد شيع السوداني بهذا الموضوع، هذا يخليني أقول كمواطن، كخادم لأبناء شعبي، كصحف استقصائي، هكذا علينا أن نعمل في كل الإعلام العراقي حقيقة. هذا الخط احنا مشينا به، احنا ما نقعد بس نمشي على مشاكلنا، ولكن دائما استوديو التاسع يقول لكم يا جماعة طيب فكروا بهذا الحل، خلنا نقترح هذا الشيء. لهذا نجح استوديو التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضلكم أيها العراقيون. هذا المقترح اللي أخذ السيد رئيس مجلس الوزراء إذا بدأ تنفيذه بالفعل من الآن، على الأقل لقينا آلية جديدة. يعني أنت راح تشجع صناعاتك التحويلية، تشجع أنه هو مو عودة إلى الماضي. ممكن واحد يقول لك رجعت لا، المقايضة موجودة إلى اليوم، هي أقدم طريقة للبيع في العالم أجمع، أقدم طريقة، وأوجدها العراقيون، أوجدها سكان بلاد وادي الرافدين، وإلى الآن موجودة. أنت ما تقدر تدفع فلوس أخوي، شو تريد أنطيك؟ تريد يعني شيء آخر ونمشي الأمور، مشيها وفلوسك بجيبك، شو وقت ما تريد تصرفها تصرفها. نطمح أن يكون هذا المقترح فاعلا بالفعل لتجنب أي أزمة جديدة في الكهرباء. وخلنا إذا حيث اتخذنا قرار بالمقايضة العينية، أي أننا نعطي النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني. بهذه الطريقة راح نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وبنفس الوقت الإيفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات هذا الغاز المستورد. هذا الاتفاق راح يوفر للعراق الأموال ويجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين. أيضا من القرارات المهمة التي أعلنها الأخ رئيس مجلس الوزراء قبل نصف ساعة من الآن في كلمته المباشرة للشعب العراقي، هو تخفيض زيت الغاز المجهز للمولدات أو المجهز للمولدات الأهلية من 400 دينار إلى 250 دينار للتر الواحد. هذا حقيقة يخلي أصحاب المولدات أنه، وإن شاء الله يعني السيئين بهم قليلين ترى، إن شاء الله هم أكثرهم أيضا يشعرون بمعاناتهم، لأنهم عندهم عوائل، وهي مو بس ربح مادي ترى الشغلة. لكن الدولة ما طول خفضت لك من 400 دينار إلى 250 دينار، احسبها لله يعني، لا تحاول يعني بدل ما تربح لك بالشهر مليون، لأبناء شعبك اربح لك نص مليون. خلنا نسمع ايش قال رئيس مجلس الوزراء. اتخذنا قرار خفضنا سعر منتوج زيت الغاز المجهز للمولدات الأهلية من 400 دينار إلى 250 دينار للتر الواحد. وكذلك القرار الثاني أيضا خطوة مهمة كانت معطلة بسبب إشكالات ونقاشات وجدل، هذا الذي يحصل في داخل أروقة الوزارات للأسف، والذي يعطل خدمات مهمة. اليوم وافقنا وخولنا وزارة النفط أن تتعاقد مع شركات في إقليم كردستان تنتج الغاز، وراح نتمكن من خلال هذه الكميات تشغيل أيضا محطاتنا التوليدية. طبعا احنا راح نبقى بدورنا كمراقبين ومتابعين لهذا الموضوع، لأنه كل التقارير اللي جاي نسمعها ومنها ما عرض اليوم في قناة الفلوجة الفضائية الغراء في نشرة الأخبار في الساعة الثامنة، أنه إحنا جايتنا موجة حر هي يعني الأكبر موجة منذ 40 سنة مثل ما سمعت يعني. بالتالي الآن لازم يصير استنفار. بمعنى شنو يصير استنفار؟ يعني وراء الإجراءات، افترض الآن وزير الكهرباء ووزير النفط يطلعون باجتماع عاجل ويحجون وراء رئيس الوزراء، يطلعون أيضا تعقيبا على اللي قاله رئيس مجلس الوزراء، يطلعون مجتمعين لو بوزارة النفط لو بوزارة الكهرباء لو بأي مكان مختص اثنيناتهم، أنه شنو
الإجراءات المتخذة بعد كلمة رئيس الوزراء. يعني رئيس الوزراء قدم تعهد، فأنا من أقدم تعهد وزرائي يفترض شو يسوون؟ يروحون يلتزمون هذا التعهد. ممكن واحد يقول لك ها كانوا مجتمعين، أخي أدري كانوا مجتمعين لاتخاذ القرار، بس آلية تفصيل وتنفيذ هذا القرار ايش تحتاج؟ تحتاج خطوات عملية. إذا يفترض الآن يقعدون يقولون يا بقررنا هالشكل وراح نسوي هالشكل وراح نشتغل هاي الخطوة 1 2 3 4 ويعلنوها للشعب بدون وعود كاذبة وإنما بكلام منطقي وصحيح. الشعب العراقي لو قايلي له بالشتاء اللي فات قايلي له يا شعبنا حط ببالك ترى احنا خاف ما نقدر نوفر لك التيار الكهربائي مثل ما أنت متوقع، كان الشعب العراقي هم أخذ احتياطات. بس أنت من تيجي تفاجئه وتقول له أقول لك ترى أوفر لك كهرباء أفضل من كل السنين، يا ولا يهم. شنو ولا يهم؟ أنت تقول له ولا يهم ولا تهتم، وبعدين يلقاه بوجهه درجة الحرارة فوق 50 وكهرباء ماكو، وتريد الشعب العراقي يسكت؟ يا أخي تعامل ويا الشعب العراقي إنه شعب ذكي، يعني ليش تستغفله؟ اللي يقود الشعب يا أخي لا تستغفله، إنما حاول تكون على قدر فهم العراقيين، وترى ماكو أذكى من العراقيين، مفتحين باللبن ومفتحين بالتيزاب ومفتحين بكل شيء. اللي هالقد مصايب صارت عليه خلال 7000 سنة تخاف عليه العراقي؟ إحنا لو غيرنا اللي قبل 20 سنة من احتلتنا أمريكا بعدوان الغاشم، والله يا عمي كل العالم قال العراق خلاص بعد ما تقوم لقائم، والله العظيم. ومن صارت الطائفية وصار لك القتل على الهوية هم قالوا عم العراق انتهى شنو القصة، ومن صارت لك الأقلم والفدرال وما أدري شنو هم قالوا عم العراق شنو تجزأ هاي ها شوفوا ورجع لك العراق وهذا الشعب قدامك. فيا أخي لا تستقبلون الشعب بقدر ما تفهمون إن شلون تحاكوه وتكلموه بذكاء بمنطقية بواقعية، والله يهدي الجميع اللهم آمين. حقيقة في متابعتنا الإخبارية والسياسية مناطق جنوب بغداد أو حزام بغداد مناطق مهمة. حزام بغداد تاريخيا لم يشهد انبثاق حزب سياسي في هذه المناطق نهائيا. ليش؟ لأن هي مناطق قبلية وعشائرية وإلها بعدها الخاص، وهي عبارة عن مزيج من 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 أطياف مختلفة. هذا المزيج أن ينبثق فيه حزب سياسي كما انبثق الآن حزب صدى المواطن الذي يقوده جناب الشيخ أياد الجبوري يعتبر علامة فارقة ومهمة. لأول مرة تاريخيا في مناطق حزام بغداد وجنوبي بغداد تحديدا ينبثق حزب سياسي يهدف إلى أن يجمع هذا الشتات الذي رجع لهنا زمن المخرج الذي كان يستغل في الانتخابات السابقة تحديدا في انتخابات 2010 و2014. كنا نعرف ايش كان يصير بالمناطق من 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 سرقة لأصوات أهلها. نعم كانت تسرق أصوات حزام بغداد. ليش؟ لعدم وجود جهة منبثقة من خلال هذه المناطق تمثلها. لأول مرة ينطلق حزب سياسي، إذن هو حزب صدى المواطن، واختيار أمين عام الحزب هو جناب الشيخ أياد الجبوري، هو منكم وتعرفونه وهو المدافع عنكم، وهو مو بس الجبور يعني هو يؤمن بنظرية صحيحة بأنه هذه المناطق هي عشيرته، وبالتالي هو لا ينتمي إلى عشيرة دون أخرى، ولهذا استطاع أن يجمع كل هذا الطيف الذي كان في هذا المؤتمر الذي حضرته الكثير من الشخصيات حتى الشخصيات العربية، منها سفير دولة قطر الشقيقة الذي جاء حتى يشوف الناس، لأنه هو يغادر العراق الآن بعد أن تغيير إلى سفير آخر وانتهاء مهمته بالعراق، فكانت فرصة أن يتعرف على أهالي هذه المنطقة، وهذه أيضا فرصة كبيرة أن يصل صداهم إلى الناس أجمع. خلنا نسمع الكلمة بالله شقاء الشيخ أياد الجبوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، أعضاء المؤتمر العام، أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب صدى المواطن، الأخوة أعضاء مجلس المفوضين المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم السبت الموافق 8/7/2023
لنعلن عن خطواتنا الأولى لمشروعنا السياسي صدى المواطن من أجل خدمة بلدنا وشعبنا، وبعد سلسلة من التجارب التي خضناها والمواقف التي مرت بنا، ونحن نبذل الجهد من أجل تحقيق مصالح أهلنا، إن تأسيسنا لحزب صدى المواطن وفي هذه الظروف بالذات طيلة 20 عام من العمل السياسي الصعب في ظل تحديات أمنية واقتصادية عاشها وما زال يعيشها المواطن العراقي بشكل عام وأبناء حزام بغداد بشكل خاص، وبناء على مقتضيات الظروف الحالي وبالتعاون والتشاور مع نخب وشخصيات أكاديمية وعشائرية وقطاعات مجتمعية مختلفة شملت المرأة والشباب والخريجين وأصحاب المهن الصناعية والزراعية، أخذنا العزم وقررنا الانطلاق بهذا المشروع السياسي واضعين نصب أعيننا وتشخيص ومعالجة جميع المشاكل التي أدت إلى تعطيل الحياة. السيدات والسادة الأفاضل، إن التحولات السريعة في المنطقة الإقليمية والتي تنعكس بشكل أو بآخر على عموم الأوضاع في العراق والتي تحتاج منا المساهمة الفعالة في إيجاد منظومة سياسية قوية ومتماسكة وتساهم في توفير بيئة صالحة للعمل الديمقراطي وتؤسس لحوار وطني شامل يتميز بالنضج والفهم العميق ويقدم مصلحة الوطن والشعب على المصالح الخاصة، وبذلك نكون ربحنا جميعا وقدمنا للعالم نموذجا رائعا للواقع الديمقراطي يحتذي به في المواطنة والتعايش السلمي، من ما يشكل انعطافة نوعية تجعل من بلدنا قوة مؤثرة على صعيد تحقيق التوازنات الدولية بدلا من كونه بلدا ضعيفا وتابعا. السيدات والسادة المحترمون، إننا في حزب صدى المواطن قد أسسنا برنامجا سياسيا على أساس ديمقراطي واجتماعي ووطني، لقد حرصنا على أن تكون هيكلية حزبنا مستوعبة للجميع ومن مختلف الفئات المجتمعية، وسيكون فيها للشباب دورا فاعلا، فهم الباعث الحقيقي للأمل الذي يدفعنا نحو تجاوز الأزمات وإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تواجه البلد، وسيكون للقوى الشبابية دورا محوريا بشكل متزايد في برنامجنا، كما أن برنامجنا السياسي يعول بشكل كبير وأساسي على دور المرأة العراقية في صناعة التغيير، فهي ما زالت لم تأخذ مكانها الحقيقي في العملية الديمقراطية على الرغم من تضحياتها عبر تاريخ العراق الحديث. ولا ننسى دور كفاءاتنا في تقوية ومساندة الدولة، فهي القوة والثروة الحقيقية للبلد في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والصناعية والزراعية، وسنضع جهودنا في دعمهم وتطويرهم وتطوير قدراتهم وإيجاد الفرص المناسبة لهم ليأخذوا دورهم الحقيقي في بناء بلدهم ومجتمعهم، كون نجاحنا سيعتمد بشكل أساسي على ما يمتلكه من خبرات وخطط وأفكار، ومشوارنا السياسي القادم يتطلب منا صمودا كبيرا في مواجهة التحديات التي يعيشها الواقع العراقي من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية على مدار 20 عاما مضت. إن رؤيتنا في إدارة الدولة تنسجم مع متطلبات العصر في البلدان المتقدمة، المنطلقات الديمقراطية والأسس المنهجية وقواعد الحكم الرشيد البعيدة كل البعد عن أسلوب التقاسم والمحاصصة وإقحام المعتقدات الدينية والمذهبية
في السلطة ووجود السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة، إن تقوية أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية والحرص على استقلاليتها ضمان الفصل بين السلطات سيكون المنطلق الحقيقي نحو بناء عراق قوي ومجتمع متماسك. السيدات والسادة الأفاضل، إن مشروع حزبنا صدى المواطن أولى خطواته اليوم يعد مسارا حقيقيا نحو أحداث إصلاحات جذرية وفي واقع البلد التي تنعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمواطن، ولتحقيق ذلك يتطلب من الجميع التماسك والتعاون والالتزام بالضوابط التي حددها النظام الداخلي والتوكل على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المواطنون، يا أخواتنا وأبنائنا الطلبة، الآن راح نخصص الوقت لكم، والامتحانات النهائية مستمرة، والامتحان المقبل مو فيزياء، فيزياء مو فيزياء، كتبوا لي أنا أدري بفيزياء، قرأت بعض التعليقات فيزياء وتعليقاتكم قدامي، الكثير يطالب بالدخول الشامل التكميلي، والبعض الآخر يعني يستغرب الأسئلة وصعوبتها ودرجة الحرارة، بعض الآخر يطالب بتحسين المعدل. يعني أنا أريد أفهم شنو الأمور، وارد أقول لكم استوديو التاسعة الآن وبعد الامتحانات وعلى الدور الثاني شنو اللي تريدونه اختاروا اللي يمثلكم يطلع يحكي بالبرنامج دائما كل يوم، اطلعوا وصلوا صوتكم، وانتوا الشباب انتوا قادة المستقبل، يعني لازم نسمعكم ولازم نتفاهم انه شلون ممكن نستثمر هذه الاجواء الدراسية. الدراسة هي مو عقوبة، الدراسة هي كل اللي تسوي الكيات تحط لك قاعدة اساسية تعتمد عليها بانطلاقتك للمستقبل. وللعلم انا من اصحاب نظرية اضافة للكراس العلم بالراس، يعني انت شلون تستخدم عقلك، يعني ترى مو كل واحد لازم يصير دكتور وكل واحد لازم يصير مهندس وكل واحد لازم يصير، كل مجالات الحياة تقدر تبدع بيها، كل مجالات الحياة، لأن الشعب هم محتاج رجال أعمال ومحتاج متخصصين ومحتاج فنيين، يعني مو أنا والله لو أصير أطلع معدل 100% لو ما لا، المهم أنت افتهم اللي جاي تدرسه، هذه القاعدة الأساسية اللي أتمنى يعني أخوتنا المدرسين والمعلمين ايضا يوصلوها للطلبه، يعني مو هي مو عقوبه ومو رايح والله القاعه الاعدام، انت رايح القاعه الامتحان مو القاعه الاعدام حقيقه. لكن الملاحظات الكثيره على الامتحانات اتمنى ايضا بالله كتبوا لي اياها حتى نشوف شنو، كتبوا بالله ملاحظاتكم. وياي الاستاذ خالد جمال، هو احد الاساتذه العراقيين وخاصه لماده الرياضيات. أستاذ خالد حياك الله، أنا سعيد ألتقيك بالاستوديو التاسع، يا مرحبا. تحياتي لك أستاذ أنور، يا مرحبا. سعيد بشوفتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا أريد أسألك بالبداية أستاذ العزيز، هالسنة صدق الأسئلة صعبة، لو أكو إضافة للصعوبة شيء آخر بصراحة احكي لنا الواقع مو فقط على الرياضيات، وليش الطلبة متخوفين من امتحان راح فيزياء نحكي. مثلا مال باكر، إذا باكر هو امتحان أعتقد فيزياء مو؟ صحيح، باكر اخر امتحانات الاحياء او قبل الاخيره قبل الانجليزي. استاذ انور، استاذ العزيز، هالسنه كانت طفره نوعيه بالاسئله، يعني هالسنه عندنا صارت طفره نوعيه بصعوبه الاسئله، يعني ما اعرف شنو السر هالسنه
بس تقريبا كل المواد جتي صعبة. يعني بداية اللهم بس الإسلامية جتي سهل، عندك العربي جتي مركزة، الأحياء، الكيمياء، الرياضيات، يعني أسئلة ما متوقعها الطالب نهائيا، ولا هي من نمط المعتاد، يعني مو نمط وزاري. يعني مثلا أنا اختصاص رياضيات وصار لي 15 سنة بالخدمة بالتربية، نعرف النمط الوزاري شنو. أسئلة الكتاب عادة يجيبون لنا مثلا فد 90 درجة نصا من الكتاب واثنين ثلاثة أفرع، يعني الرياضيات تقريبا يجيبون له 14 فرع أو 15 فرع، كل فرع عليه 10 درجات. تقسيم الدرجة المعتاد عندنا تجينا مثلا 90 80 درجة، يعني 8 أفرع إلى 9 أفرع نصا من الكتاب، هذا معروف. بس يعني شلون كأنما من المسلمات بالرياضيات 14 فرع كل فرع على 10 درجات مع الترك، يعني مع الترك. ايش قد الترك؟ ترك اربع اسئله، ترك ضمني. ها ترك ضمني، اي ممكن افرع، يعني هي تجي ست اي ايه تمام، ترك ضمني وترك سؤال ايه. تمام. فاحنا متعلمين، يعني الطالب يدخل اسئله الكتاب هي 90 80 تجي نصا، وتجينا في ثلاث اربع افرع، يعني مغيرين ارقام اللهم اذا جابوها صعبه يجيبونا في اثنين اثرائيات. الاثرائي يعني في سؤال خارج اول مره ينطرق، وحتى هذا السؤال الإثرائي ممكن الطالب يتركه. يعني عدة الخارجي، سؤال إثرائي الخارجي أو إثرائي، يعني إثرائي لو إثرائي إث بالثاء إثرائي يعني. جاي من الثراء، نعم. فمتعلمين كل سنة يجيبون لك فد فرع فرعين ثلاثة مرات ماكو. بس هالسنة تفاجأنا، يعني هالسنة غريبة، يعني 15 فرع جايبين أوكي، خمس أفرع نصاً من الكتاب الأرقام، خمس أفرع يعني 50 درجة. تمام. خمس أفرع جايبين ملعوبة بأرقامهم، يعني مغيرين بالأرقام، مغيرين مقدمين مؤخرين، وخمس أفرع لا هاي الإثرائيات. لا بس اشرحها، اشرحها شلون مقدمين مؤخرين، شلون مقدمين مؤخرين، شو بسوي؟ يعني مثلاً هسه احنا بعدنا أسئلة. إذا الأسئلة وياك والله يا ريت تشرح. أكو سؤال يجي نصاً. إيه. الأسئلة ما جايبها وياك. الأسئلة احنا حافظيها يعني. إيه تمام. موجودة، هي موجودة بالقناة، موجودة اللي يعني غيروا بيها شلون؟ يعني على سبيل المثال نشوف هسه. عندك وقت؟ عندي وقت أحكي براحتي، ماشي إذا عندي وقت كامل أخذ راحتك. لعد اليوم نحكي كل شيء عن الرياضيات وعلى الكيمياء وعلى كل شيء، لأن هواي يعني راد لنا حلقات صراحة. تمام. هي مو المشكلة أستاذنا العزيز أستاذ أنور، هو مو المشكلة بمدى صعوبة الأسئلة تجي، خلي يجيبون أسئلة صعبة بس شو وقت؟ بغير بالوقت المناسب، غير من أنت مؤسس ومهيئ كل شيء على مجيب أسئلة صعبة. يعني أنت ما معقولة طلابنا هاي الوجبة اللي هي طلاب 23 أصلاً ما ممتحنا 2000، ما ممتحنا ثالث متوسط، يعني ما شايف الوزاري قبل. ليش ما ممتحنا؟ صح مو صح؟ كورونا ممتحنة. يعني ما ممتحنا لأن صح حسبوا لهم درجة إيه كورونا، حسبوا لهم صح درجة نصف السنة. صح. فهم أصلاً جايين ما شايفين الوزارة من أيام الابتدائية. زين اوكي، انا مع، ما اقول لك ضد الاسئله الصعبه، بس شو وقت؟ بوقتها حتى لا نشوف الاف مؤلفه تطلع مثلا، تطلع الاول على العراق، الثاني على العراق. هو اوكي احنا نريد نطلع الاوائل، بس بنفس الوقت نراعي الفروق الفرديه. يعني صار لي 15 سنه بالتربيه، ما مرت علينا هيك اسئله نهائيا من سنوات، من عقود من الزمن ما جت هيك اسئله صعبه. طيب هاي يعني صعوبة الامتحانات تخلي عدد الأوائل اللي يطلع كل سنة بالآلاف أقل أو أكثر؟ طبعا أقل، يعني هنا أنت إذا هي شوف هي بيها عوامل ثانية، أنت عندك دور ثاني. يعني هسه أكو طلاب أنا أريد أحكي براحتي اليوم وياك أستاذ أنور، أكو طلاب امتحنت والطلاب راح تنقسم إلى نوعين. النوع الأول الطالب المتميز جدا شاطر كلش، هذا اللي هدفه من بدايته من نعومة أظافره مثل ما يقول، هذا يطلع طب، يعني هو حلمه ماكو، هو صغير طب، هذا كرس حياته كله للدراسة. يعني ما يعرف عن طلابنا، احنا عندنا طلابنا موجودين نعرفهم، نتعامل مع آلاف الطلب، هذا مكرس حياته بس للدراسة، يعني حتى الشارع ما يشوفه. فمن تجي هيك أسئلة غير نمطية وما مطروقة وما شايفها، هاي أحلامه تدمرت. يعني انت لو تشوف قدام الجامعات والامتحانات كميه حالات الاغماء والانهيارات، انهيارات عصبيه قد تؤدي الى الانتحار، يعني احلامهم تدمرت حرفيا، وراح احكي لك بالتفاصيل وحده وحده. اسمعك
أسئلة الرياضيات، أسئلة الرياضيات إجت شلون؟ النمط المعتاد حكيناه، هسه الأسئلة قدامي عبارة عن 15 فرع. أول سؤال الفرع الأول فرع ألف جابوه سهل، يعني أي طالب سواء ضعيف متوسط قوي يحله. الفرع الثاني هم جابوه سهل، فالطالب اطمن حل السؤال الأول أمن، قال لك الأسئلة سهلة. من نجي على السؤال الثاني فرع ألف، هذا رابطين فصل ثالث اللي هو التفاضل مع الفصل الرابع اللي هو التكامل. طبعا هذا أول مرة ينطرق، بس ممكن ينحل، بس ما شايف الطالب قبل ولا ما موجود لا بملازمنا ولا بملازم أي مدرس. ليش؟ لأن رابط موضوع رئيسي عليه 10 درجات يجي كل سنة مع موضوع رئيسي عليه 10 درجات يجي كل سنة، فبالتالي المحصلة الطالب ضامن يجي هذا عليه 10 وهذا 10. دمجهم طبعا، شوف ده أحكي عن تفاضل وتكامل، تفاضل وشنو تكامل، دمجهم بسؤال واحد. هو الطالب لو يجي السؤال هذا واحد يعرف يحله واحيانا يصير صعب، ولو يجي هذا واحد ايضا يعرف يحله واحيانا يصير صعب، بس من تجي تجمدهم اثنيناتهم شوي الطالب الوسط الضعيف خلاص هذا ما يعني لان ما مر علينا هيك نمط نهائيا. استاذ خالد يرحم والديك الى الان اللي تفضلت به كله مفهوم، لكن اريد مثال، اريد مثال، قل لي يابا جابه وهذا السؤال مثال. هذا السؤال مثال. يفترض تفاضل، هذا التكامل، جمعون سويه خلوا الطالب يدوخ، بس حتى يعني افترض الان قدامك رئيس الوزراء جاي يسمع، رئيس الوزراء اختصاصه مو رياضيات، رئيس الوزراء اريد يفتهم يابا شنو، حتى طبعًا. من ادز الوزير التربيه يقول يا وزير التربيه جاي تسمع هذا الحكي، مهم لازم تعطيه مثال، يعني ممكن هسه يطلع لك الوزير يقول هذا كلامك كله كلام استاذ خالد كله غير صحيح وغير دقيق وكله جاء حسب لا انا مسؤول على كلامي، كله مسؤول على كلامي، وهاي الاسئله موجوده قدامي. بس مثلا عندك يا اكو مثلا سؤال غلط، اكو سؤال نتيجته غلط، اكو سؤال لا ماكو سؤال غلط، اكو سؤال يعني شنو شنو اللي خلى الطلبه يستغربوا الاسئله؟ ماكو سؤال غلط، جايبين 5 أفرع جديدات على الساحة مثلا، 5 أفرع اللي هن ما مطروقات قبل، يعني مثلا هن. سؤال القطع المكافئ، سؤال القطع المكافئ هذا سؤال جديد ما شايف الطالب قبل، شنو القطع المكافئ؟ يعني ما موجود يعني. القطع المكافئ يعني هو فد شايف طبق الستلايت، الصحن مال الستلايت شايفه، الرسم مالته يصير هيك تمام، هذا رابطه وطالب منه فد مطالب جديده. مع العلم يعني للامانه العلميه انا انطي كل شيء لطلابي، الطلاب اللي عندنا موجودين انطيهم كل شيء، بس بقيه الطلاب ما شايفين هيك اسئله، فاني ما احكي على طلابي، الحمد لله والشكر طلابنا مجاوبين، بس باقي الطلاب خطيه شو تسوي؟ مو بس هذا، اكو افرع ثانيه غريبه استاذ صعبه، يعني الطالب متعلم يقرا وزاريات ويطب والكتاب يجيب درجه كامله زين، بس من تجي بس 5 كتاب وخمسه ملعوب بأرقامه وخمسة أول مرة يشوفه الطالب راح ينصدم، ينصدم جدا كلش، يعني هاي أصعب أسئلة تجي يمكن من 25 سنة، هاي تقييم لها أصعب أسئلة تجي من 25 سنة. وياي أستاذ أنور وياك، بس أنا بعدني أنتظر تعطيني أمثلة، أنا ما أرد أقاطعك، لا البعض يقول لا تقاطع خليه يكمل، لا أخذ الدواء أكمل براحتك، بس انطيني امثله يعني انه تخلي الوزير وتخلي اللي حطوا الاسئله يفهمون شنو الغلط او شنو الصعب شنو الغريب. الغريب بادق تفضل ويا انه سؤال خارجي، هو سؤال خارجي ما جاي قبل، يعني ما موجود لا بالكتاب ولا موجود بالاسئله الوزاريه من سنه 96 لحد الان، سؤال اول مره ينطرق، افكار اول مره تتركب ببعضها، فالطالب ما متعلم على هيك افكار. زين انا اسالك سؤال، السنين السابقه كلها وقت الامتحان 3 ساعات حلو، انت من جايب 5 أفرع يعني 50 درجه، افكارها غريبه افكارها جديده، زين الطالب هو اوريدي ال3 ساعات قوه تكفيه اذا كانت من الاسئله الوزاريه او الكتاب، زين من يجيب له 5 أسئلة غريبه هذا ما يرد له وقت وتفكير، يعني احنا تجينا معاناة الطلاب ماكو، تجينا المناشدات. هو كم ساعة الامتحان مسوي؟ 3 ساعات بس مو؟ 3 ساعات، ثلاث ساعات ما يعني ما بي تمديد؟ مع الأسف يعني مسموح بالتمديد حسب المدارس؟ مع الأسف ماكو، ما مسموح 5 دقائق إلى 10 دقائق، مع الأسف يعني من يشوفون البنات أو الولد يبكون والله زلم تبكي، بس اعطينا 5 دقائق 10 دقائق والله وصلت الفكرة، هذا يريد يطلع طبية
يعني دايبتشي قدام موت نفسه بس انطيني والله باقي بس هذا السطر. لا جيبيها طلعي برا خلاص وقتك. مو الكل اكو عندنا مراقبين بقلبهم رحمه وبقلبهم ذمه وضمير، بس اكو خطيه يعني. بالاضافه الاسوء من ذلك، الطالب ده يقعد باغلب المراكز الامتحانيه الدنيا حاره، كهرباء ماكو، لا تبريد لا مروحه. واعتقد شفت انت بتواصل والله شفنا ايضا واحد من الاساتذه ايضا نوجه له التحيه، هو الاستاذ سماح حافظ، تحياتنا له طبعا، بثانويه المتميزين الحارثيه بغداد الكرخ الاولى. الرجل والله نعم. يعني بارك الله بيك استاذ سماح، ويعني موقفك تحياتنا له صديق العزيز استاذ سماح. والله خلينا نشوف هاي اللقطات من الفيديو اذا بصوتها ما. يلا شوف. يلا بين ما يوصل تمام بين ما يوصل الفيديو الـ 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 تمام. هناك مقترح يقول أهم مطالب الطلبة أن يتم تسهيل أو تبسيط الأسئلة في الدور الثاني. 2 تحسين المعدل. أنا ما فهمت تحسين المعدل شنو، لأن بوقتنا ما كان أكو شيء اسمه تحسين المعدل. 3 إعلان موعد امتحانات الدور الثاني من الآن، وأن يكون هناك فاصل يوم واحد على الأقل ما بين امتحان وآخر. ليش الآن ماكو فاصل بين امتحان وآخر؟ شو أكو فاصل؟ مو الآن، على الدور الثاني. وهي هاي المطالب اللي جيت الدور الثاني أصلاً ما بيفاصل. الدور الثاني يوم ورا يوم. أستاذنا العزيز. هاي عفواً هذا سياق دائم. الطلاب حالياً. هذا سياق سنوي. أي سياق دائم، الدور الثاني يوم ورا يوم. والله أنا وياك، أنا إذا تسمح لي أنا أضم صوتي إلى صوت الطلبة. أنا والله ما عمري ما مر بالدور الثاني، بس إذا هالشكل الأمور يا جماعة على الأقل سووها بين يوم ويوم، يعني هي مو عقوبة. وأتمنى سووها بين أتمنى أستاذنا العزيز نعم. من هسة يحددون موعد الدور الثاني، مو بعدين. هالسنة نسبة تأجيل فظيعة تقريبا بأغلب المواد، الرياضيات تقريبا 85-80% مأجلين، الأحياء، الكيمياء جت صعبة، أكو موضوع محذوف بالكيمياء، جابوا لهم إياه أصلا محذوف نهائيا، جايبينه من السؤال. وأريد أطرق الموضوع جدا مهم، موضوع حساس شوية يخص طلاب المتميزين. هاي الشريحة المظلومة، أنا أعتبرها الشريحة المظلومة. طلاب المتميزين هم من الطلبة اللي نعول عليهم مثل ما نقول، كل سنة ما شاء الله أطلع الطبيات وطب الأسنان الأغلبية من عندهم. هاي الطلبة أو هاي المجموعة أو هاي الفئة مظلومة. ليش؟ قولي ليش. هالسنة بأسئلة الأحياء، أسئلة الأحياء جابوا لهم الترجمة حرفية من جوجل. يعني شنو؟ يعني أنت شايف الصياغة الإنجليزية تصير محبوكة، بس من تجيبها من العربي الترجمة بالإنجليزي راح تصير خربطة، ما تصير جملة صحيحة. يعني أعتقد وأهل الاختصاص يعرفون بشغلهم. أنا أشوف الطلاب خطية تبتش أستاذ هذا هيتش وهذا هيتش، يعني ما لا علاقة المخلي أسئلة المتميزين ما لا علاقة بالإنجليزي والمتميزين أصلا. يعني هو مجرد مترجمها. أكو أخطاء صارت لغوية وأكو أخطاء علمية. إحنا اللغوية بالله ممكن الواحد يتداركها، وأكو بعض الطلاب ما تعرف هاي الكلمة شنو، فيضيع عليها أنه ما تعرف تترجم السؤال وما تعرف شنو المطلوب من السؤال، خصوصا بالأحياء. اللي أنا هسه أريد أركز على هاي النقطة، عوفك من الرياضيات فهم أوكي، تجي أسئلة صعبة الواحد ممكن يفكر بيها ممكن، بس الأحياء من يجيك رسم هو أصلا للإطلاع فقط، وأنت تعرف أستاذ أنور للإطلاع فقط، يعني الطالب بس يباوع يعني ما يجي بالامتحان. شلون من عندك قصيده مثلا هاي الاطلاع فقط ما ممكن يشوفها بامتحان الوزاره؟ طيب ممكن السؤال يجيك رسم الاطلاع فقط. حسب معلوماتكم استاذ خالد نعم. اللجنه اللي تحط الاسئله عراقيه لو غير عراقيه؟ هو لازم تكون عراقيه اكيد. انا بدي اسالك هسه عراقيه لو لبنانيين هيك بدي اسالك مثلا خاف بعض يقول انا عندي معلومه، ما عندي معلومه بدي اسال. لبنانيين لو عراقيين بدي احطوا الاسئله؟ لا 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 عراقيين اكيد. عندك دليل؟ لا مو هاي الشغلات ما يراد دليل الأستاذ أنور يعني. لأن هذا حاط الأسئلة على كلامكم على كلامكم. ونجيبه من إيران مثلاً؟ لا مو من لا هو إيران. أكيد لا يعني لازم مدرس. لأن إحنا المنهاج المحطوط باللغة العربية عربي، بس أنا أقول ليش؟ لأنه بكلامك
وكلام استاذ مصطفى البارحه مصطفى عقيل تحياتي له، يبدو لي اللي حاط الاسئله اللي حاط الاسئله ما قارن المنهج او عنده منهج اخر معتمد. انا اقول لك او عنده منهج اخر معتمد منهج في بلده مو نفس المنهج المعتمد بالعراق. يعني انا احكي على السلاطين ممكن، بس انا بدي احكي سؤال مشروع، هل اللجنه اللي حطت الاسئله عراقيه يعني قارئ المنهج لو ما قارئ المنهج؟ تعرف انه هاي الاطلاع ما يصير يجي وحطته؟ لا يعني اكو سؤال، اكو سؤال بكلمه احذر، يعني الاسئله صارت حزوره يعني. احذر شنو يعني احذر؟ احذر للمتميزين احذر. اي احذر شنو احذر يعني؟ هاي بيا ماده هو بالاحياء نفسها استاذنا العزيز. اذا ماكو سؤال بس وين بات شيء ماكو سؤال. ما اكو للاسف. هو ان شاء الله يجوز بالمستقبل نشوف هاي الاسئله. تمام. ليش استاذنا العزيز عندنا تفضل كمل وياه. ايه استاذنا العزيز عندنا قامات، عندنا قامات للامانه، عندنا قامات علميه بالاحياء وبغير مواد ممكن يخلون الاسئله، ممكن يعتمدون عليها. إذا ماكو مدرس أحياء عد الوزارة تخلي أسئلة وتمرد هاي الطلبة، طلبة المتميزين، فأكو عندنا أساتذة، أكو عندنا أساتذة قامات عليا ومعروفين بكل العراق، ممكن يخلون الأسئلة عندنا بدون ذكر أسماء طبعا معروفين، ومو بس بالأحياء بهواي مجالات. بس النقطة وين هنا أستاذ؟ يعني البارحة أجتني رسالة، البارحة أنا نشرت قناة التليجرام والإنستغرام إنه يابا باكر إن شاء الله نطلع بقناة الفلوجة ببث مباشر، إيش عندكم اقتراحات انطوني. قالت يا أستاذ، واحدة من الرسائل اللي تدمع لها العين، قالت أستاذ أنا أجلت عربي وأبويا تعارك وياي، وصلني ثاني يوم للرياضيات وهو كان مش بيده الصندة وقف لي بالباب على مود أمتحن ما يريدني أجل. يعني مو بس هاي، طبعا هذا نموذج، هذا نموذج من هواي نماذج خاصة البنات اللي خافا من أهلهم ينجبرون يمتحنون. النقطة وين أستاذ بابا علي؟ النقطة أنه أكو طلاب هواي يمتحنوا دور أول بهاي الأسئلة الصعبة، امتحنوا وجاوبوا وسول عليهم. يعني اللي يريد طبيب طب عام أو صيدلة نفكر بالمية، يعني هو الطب العام تعرف أنت عندنا ما شاء الله 102 101 100 ما يقبل يعني طب بغداد، يعني إلا يجيب 100 ماشي يلا ينقبل طب. من جت أسئلة الأحياء دمرت خاصة المتميزين، دمرتهم دمار. طيب هو ليش تركزون على المتميزين أستاذ خالد؟ يعني ليش جنابك أو حتى أستاذ بصورة عامة المتميزين؟ المتميزين يعني هو ايش قد نسبتهم من كل الطلبه؟ صح هم فئه قليله، وحتى البعض جاي يسال 10%. يعني ليش تركزون على طلبه العلم مو طلبه الادب؟ يقول لك طلبه الادب هم من تاذوا، يعني طلبه الادب ما حد جاي يحكي عن وضعهم. يعني انتم يعني صحيح هذا ليش؟ يعني انا تساؤل هذا. تفضل. مو انا اقول لك، يعني مثلا الاستاذ مصطفى عقيل تحياتي له، هو مدرس احياء يعني الادب ما يدرس ادبي، مثلا انا استاذ خالد مدرس رياضيات ما ادرس ادبي، فما متعمقين بأسئلتهم. الأدب وأيضا نسبة الأدب قليلة. بس الأدب ما يدرسوا رياضيات؟ يدرسوا رياضيات، بس قصدي إحنا كمدرسين يعني مجاميعنا ما ندرس أدبي، فما بس هم عندهم معاناة لو ما عندهم؟ زين طبعا عندهم معاناة صحيح، بس الأدب للأمانة هم مظلومين لأن مو بالوجه. يعني حتى إذا تجيهم أسئلة صعبة مثل ما يقول ضايعين، يعني مو بالوجه. طيب ليش ما يطلع من عندهم الطبيب وما يطلع من عندهم فقط؟ المتميزين لان اسئلتهم العام وهالسنه اجت بها اخطاء بالاحياء. احنا انت مو تسالني على اخطاء؟ اي انا ما اقدر اقول لك اكو اخطاء بالرياضيات، ما اقدر. انت هسه مو قلت لي اكو خطا بالرياضيات، لا بالعكس ما اقدر. اسئله حلوه ومرتبه وصعبه بس مو بوقتنا هذا. المتميزين منهاجهم يختلف عن المنهاج العادي؟ نفس المنهج بس مترجم. نفس المنهج بس مترجم. لأنه كل دراستهم إنجليزي لغة. أي كل دراستهم إنجليزي، المواد العلمية الأربعة. أنا طلبتنا لا تستغرب يعني أنت يا جماعة، أنا ما عندي هاي المعلومات، أنا جاي استفسر. مو البعض يقول لك يصدقني ورحمني ليش أنا كل ذن ندرين والله ما أدري. يعني أنا وهذا المنهاج كلهم ما مار بهم،
لا الإثرائيات صحيح. ما شي يسموها لا التكميلية لا يعني فاستحملوني يعني على أسئلتي. الله يبارك بكم نقرا تعليقاتكم ما يخالف. يلا نقرا تعليقاتكم. قبل سنتين قبل ماشي قبل سنتين اجتي أسئلة. أكو مدارس عندنا مدارس يعني يمكن تركية عشق بغداد وجاغ اجتي أسئلة لهم صعبة. الوزارة عادت لهم الامتحان الوزاري يعني هاي كانت السابقة ما مطروقة قبل أول مرة تصير وهم وقتها يمكن إذا سمعت بيها صارت هوسة. أسئلتهم جت بيها غلط أو فد إشكال انعادت لهاي المدرستين أسئلة وزارية انعادت امتحان وزاري انعاد. إحنا اللي نطلبه مطلب طلاب المتميزين هاي الفئة المظلومة يعيدون ما نقول يعيدون الامتحان الوزاري مات الأحياء لا بس يسمحوا لهم مثلا يمتحنون دور ثاني قلات على مود يحسنون درجتهم. استاذ يطلعون بالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات يعني حلمهم راح تبخر يعني ماكو شيء اسمه طب اذا طلع بالسبعين وبالثمانين يعني تبخر. انت تريد الامتحان هم يعيد بس قلات احنا يعيد شو وقت من يصير اكو خطا بالاسئله يعني انا بس حتى نبوب طلبك يا اخي وزير التربيه نعم. المحترم والمجلس المختص بهذا الموضوع والأخ رئيس مجلس الوزراء هناك مقترح بما أنه أكو خطأ في أسئلة الأحياء الخطأ ورد بمدارس المتميزين لو كل المدارس مدارس المتميزين أكو بيها خطأ نعم بس المدارس المتميزين وأنا بيجي حالة إذا بس لمدارس المتميزين أطالب بإعادة الامتحان ما أطالب بس لكل العراقيين إذا الأسئلة ما الأحياء أنا أطالب المنهج العربي ما بيش يريد العيد الأحياء أي حق له عيد الأحياء على الدور الثاني أسمعك حتى لا أخذ لأن أنا ما أعرف بالمتميزين كل شيء ما أعرف مع الاحترام لهم لكن أنا دحكي كطلبة عراقيين جميعا لو ينعاد للكل ما ينعاد أنا أقول لو ينعاد للكل ما ينعاد بس أنا بدي أسأل سؤال ثاني أسئلة العرب هو يا ريت يعني هو إذا كانوا مخيرين إن ممكن يعودون ويا دور الثاني ما يخالف إذا أكو خيار نعم طيب. الله يرضى على الدور الثاني شنو معنى الدخول الشامل التكميلي ما جاي أفهمه واجي ترد بالرسائل بس ما حاليا حاليا شنو يعني احنا هسه اكو طلاب شو وقت يصير الدخول اجى 3 دروس و10 درجات يعني الطالب عنده 7 مواد تمام يروح يمتحن بالمدرسه نصف السنه والشهريات وكذا اذا طلع راس ب3 دروس بالاضافه ل10 درجات راح يعتبر داخل بالوزاري راح يعتبر مقبول بالامتحان الوزاري. إذا كان طالع ب4 دروس مثلاً، كان طالع ب5 دروس، هذا ما يدخل نهائياً للوزاري. وعندنا هواي طلاب خطية ما دخلوا، وهواي ناشدة ويابا أريد ندخل وزاري، أسوة بالسنين السابقة دخلونا وزاري، هسه أنا قالوا لا، ماكو دخول وزاري. المناشدات اللي تشوفها أنت حضرتك حالياً، يريدون بالدور الثاني، هاي الفئة اللي ما دخلت وزاري، يمتحنون بالدور الثاني. السؤال منطقي انت كأستاذ يعني السؤال او الطلب قصدك منطقي الطلبي يعني هذا الطلب سؤاله من نواب الريد ندخل طلبهم منطقي بحيث واحد يطالب لهم بيه لو لا انت قل لنا انت دلينا افتي بالموضوع والله يا ريت يعني يا ريت. الدعوات اللي توصل لك ماكو يعني يصير لك 3 قصور بالجنة ركن. الله يبارك بك أنا بس بدي أسأل سؤال آخر الله يسلمك شنو معنى نعم تحسين طبعا. المعدل تحسين المعدل يريد يحسن المعدل يعني مثلا واحد خلينا نقول عنده 7 مواد مجاوب بيهن أو 6 مواد جاوب طلع بيهن 100 أكو مادة مثلا ما جاوب بيها زين طلع خلينا نقول 70-80 ماشي بيجي حالة انه المعدل مالته راح ينزل كلش تمام. تحسين المعدل انه يمتحن السنه الجايه بس هاي الماده يمتحن هاي السنه يعني يمتحن السنه الجايه بهاي الماده بس مو كل المواد كلها حتى مين طلع درجه عاليه تحسب ويا بقيه المواد يعني يعيد السنه فقط لماده يعيد السنه هذا مطبق بالعراق هذا مطبق بالعراق اي صارت سابقا اي صارت بيا وزير صارت. يا عهد يا وزير
ما أتذكرش بالضبط اسم الوزير لأن ما شاء الله هم هواي وزرائنا ما أتابع ما أتابع يعني. تمام أنا راح أقترح بس هو صارت هاي الشغلة أنا راح أقترح اقتراح للأخ وزير التربية طيب. والسيد رئيس مجلس الوزراء إن كان بالإمكان ولجنة التربية والتعليم في في مجلس النواب الموقر والسيد رئيس مجلس النواب الموقر عن طريق لجنة التربية والتعليم والسلطة التنفيذية عن طريق وزارة التربية إن كان بالإمكان تشكيل لجنة عاجلة لجنة مختصة من السلطتين التشريعية والتنفيذية مع المختصين من وزارة التربية فأنا أقترح ما يلي تعالي أنا وحدي حتى لا يتحملها السادة أقترح ما يلي يلا. أن تشكل لجنة عاجلة تدرس أولا السماح بالدخول الشامل التكميلي لكل الطلبة لهذا العام استثنائيا على الدور الثاني اثنين السماح بتحسين المعدل للطلبة الذين يطالبون ويتعهدون بذلك ثلاثة السماح بإعادة الامتحانات اللي كان بها إشكاليات كالرياضيات والأحياء وتقدمون قراركم لأبنائكم الطلبة في فترة أقصاها قبل نهاية شهر تموز الجاري هذا مقترح ادرسوا عيد المقترح أرجو أن تشكل لجنة كمواطن أقترح أن تشكل لجنة مختصة من وزارة التربية ومن لجنة الثقافة من لجنة التربية والتعليم البرلمانية وبإشراف رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لأولا دراسة موضوع السماح بالدخول الشامل التكميلي لكل الطلبة على الدور الثاني السماح للطلبة بإعادة الامتحان على الدور الثاني خاصة اللي كان بمشاكل كالأحياء والرياضيات ثالثا خلي أضيفها أن تكون امتحانات الدور الثاني على الأقل بين يوم ويوم رابعا السماح بتحسين المعدل لبعض الطلبة الذين يطالبون بذلك تقييمك أستاذ للمقترح ساخال والله عاشت ايدك هي هاي اغلب مطالب الطلاب هي هاي اغلبها الله يبارك فيك يعني شكرا استاذ خالد جمال استاذ الرياضيات وانا خادمكم وانتم اخوتي وابناء شعبنا الطلبه وخل اسمع الكلمه الاخيره شيري يقول كلمتك اخيره شيري يقول جاي اشهر اي بدقيقتين لا ما تاخر لا. عليك دقيقه قول دقيقه احنا نتمنى تجي الاسئله فكريه حلوه صعبه حتى تميز الطالب الشاطر الطالب القاري من المقاري بس مو هسه اكو لازم يصير نظام سيستم بالتربيه لازم نعالج الاخطاء اللي عندنا بالتربيه يعني مثلا استاذ انور اذا اقول لك مثلا هاي قاعده على البني لياها ما بيها اساس كم طابق تقدر تبنى عليها طابق وجزء ورا فتره طابقين يوقع بس من يصير عندك اساس قوي صح ممكن تبني 15 20 طابق استاذنا العزيز استاذ انور احنا بالعراق ما إنه تصنيف عالمي العراق ما داخل ضمن التصنيف العالمي التعليم هاي كارثه اتمنى بلدي اتمنى اشوفه ترتيب العاشر من العشرة الاوائل ال 15 اتمنى هذا الشيء ما اطول عليك وتحياتي لك الله يبارك بيك وشكرا جزيلا لهاي الاستضافه الحلوه استاذ ربي يحفظك استاذ جميعا. ربي يحفظك استاذنا رصدنا مستمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الساعة 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوته لاعبهم وما قدروا يسكتوا الساعة 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوته لاعبهم وما قدروا يسكتوا حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت المواطن يتحدى الظالم وما قدروا